فهد مطر يكشف عن فاتورة هاتف بقيمة مليار ريال ويواجه الشكوك. في حادثة مفاجئة، كشف المنشد السعودي فهد مطر عن تفاصيل صادمة حول فاتورة هاتفه التي بلغت قيمتها 10 مليارات و800 ألف ريال. وفي مقابلة مع برنامج، الصياهد، أكد مطر أن شركة الاتصالات المعنية قامت بإيقاف الخط، رافضة إعادة تشغيله إلا بعد دفع المبلغ الخيالي. وبين مطر أنه واجه شكوكا من قبل الجمهور ونشطاء مواقع التواصل حول صحة حديثه. ردا على هذه الشكوك، نشر فهد مطر نص الرسالة التي تلقاها من الشركة، مؤكدا رفضهم إعادة الخدمة دون دفع المبلغ الهائل. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات واستفسارات كثيرة من قبل المتابعين. بعضهم أعرب عن عدم قناعته بدفع مبلغ بهذا الحجم فيما اقترح آخرون أن المطلوب دفعه قد يكون أقل بكثير. ومن بين المشككين طرح بعض الأسئلة حول توجيه اتهامات للشركة وعن استفسارات فنية حول إمكانية وجود خطأ في النظام. من جانبه، رد مطر بتأكيد على صحة المبلغ ورفضه للمسؤولية، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي تقدير أو اعتذار من الشركة. وفي استمرار للجدل، أبدى بعض المتابعين استفسارات حول مسألة الاتصال بالشركة وجوانب فنية أخرى. وبالرغم من ردود فعل المتابعين، استمر فهد مطر في التأكيد على صحة الفاتورة وتبنيه لموقفه، حيث قام بنشر نص الرسالة التي تلقاها عبر حسابه على تويتر. وفي مضمار الجدل الإلكتروني، عبر بعض المتابعين عن عدم اقتناعهم بتفسيرات فهد مطر، مشككين في صحة المبلغ الهائل ومطالبين بتوضيحات إضافية من شركة الاتصالات. في هذا السياق، تساؤل المتابعون عن تفاصيل فنية، مثل مدى صحة توجيه الاتهام للشركة وإمكانية حدوث خطأ في النظام الآلي الذي قد يكون سبباً في تكلفة الفاتورة المرتفعة. وعلى الرغم من رفض الشركة إعادة تشغيل الخط دون دفع المبلغ، يظل الجدل قائماً بين المؤيدين والمشككين في قصة فهد مطر. وفي تحولات لاحقة، بدأت بعض التساؤلات تتعلق بتصريحات مطر حول التعامل مع الهيئة الوطنية للاتصالات، حيث طرح بعض المتابعين أسئلة حول مدى تدخل الهيئة والمساعدة التي يمكن أن تقدمها في حل الخلاف بين الفنان وشركة الاتصالات. وفي ختام هذه القضية الملتهبة، تظل التفاصيل الفنيه والقانونيه غير واضحه بشكل كامل مما يجعل المتابعه الدقيقه والانتظار لتوضيحات الجهات المعنيه امرا ضروريا لفهم الحقيقه وتفنيد الشكوك المحيطه بهذه القضيه الغامضه